احنا كتير احنا مفتقدين برنامج زي كده انا سنوات، لان البرنامج بيبص على الاولاد والناشئين، والولد ذات نفسه ما يبص على نفسه في برنامج زي دوت، بيحاول اللي هو يبتهد ويشوف نفسه برضك، بحيث اللي هي انا كان ولي امر برضك بحب اتفرج على البرنامج زي كده. وطبعا بشكر الكابتن حسامه واسره البرنامج على برنامج زي دوت هادف لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. تسليط الضوء على مرحلة عمرية متقدمة شوية من مرحلة الأشبال، ودي في حد ذاتها الأرجح فيها إنها بتكون دافع للولد في مرحلة متقدمة إنه بيقدر يشوف نفسه، بيبقى الضوء متسلط عليه فبتديله دافع لإنه يدي أكتر أو يزيد من شغله في الملعب، بتقدم له مستوى. بهني في النادي الأهلي على هذا البرنامج اللي بيلقي نظرة على قطاع الناشئين كاملة، وبيبين المستوى اللي وصل إليه، وفعلا برنامج ناجح بقيادة الكابتن الكبير كابتن أسامة حسني. برنامج يعني ناجح، ويعني احنا بنشكر الكابتن أسامة حسني على فكرة البرنامج، لأنها طبعا يعني بيبقى فيها يعني شيء كبير قوي من الدعم للناشئين، يعني ان هو هيتشاف، ويعني فبتحفزه ان هو دايما يعني يحاول ان هو يعني مستواه يتقدم ويتحسن. والله هو برنامج هداف وبرنامج كويس جدا، واحنا بنشكر القائمين عليه طبعا، وبنشكر الولاد برضو بيأدوا اداء كويس، ويعني بيخلي الولاد برضو تتحفز انها تأدي اكتر وتلعب اكتر، وبيحفزهم على حاجات جديده.